كان حضور وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي وتحركها بسرعة كفيلا بمنع أي صدام بين المتضامنين مع الشعب السوري من جهة والمتضامنين مع النظام السوري من جهة ثانية في وسط بيروت. وقد حالت القوى العسكرية دون وصول المتضامنين مع النظام إلى ساحة سمير قصير، حيث عقدت لجنة لبنانيون من أجل كرامة وحرية الشعب السوري لقاء تضامنيا. وقال صالح المشنوق باسم اللجنة: نحن نعترف أن في سوريا مشروع عصابات وحرب وتقسيم طائفي، وهذا هو مشروع الأسد وليس مشروع الثورة السورية. هذا اللقاء تمثلت فيه قوى 14 أذار واتجاهات مختلفة من المجتمع المدني. وقال المنظمون إن أحمد موسى هو أحد محركي الاحتجاجات في سوريا وقد شارك في اللقاء. وقال موسى: إننا نفتخر بشعب جار وشقيق كامل السيادة كامل الحقوق مع وحدة واستقلال. الإعلامية ميش دياق أعلنت رفضها لأي دعم من أي مرجع للنظام السوري خوفا على الأقلية. النائب مروان حمادي قال: نحن ضد تحالف الأقليات لأنه اغتيال للأقليات والوحدة الوطنية على امتداد العالم العربي. أمام مبنى بلدية بيروت الذي يبعد أمتارا عن ساحة سبير قصير، تجمع المؤيدون للنظام رافعين أعلاما لبنانية وسورية وصورا للرئيس الأسد، ورفعوا الهتافات المؤيدة له والمناهضة لمعارضيه في سوريا ولبنان. وقد تعرض هؤلاء بحسب شهود عيان لزملاء صحفيين كانوا يقومون بتغطية التحركات، فحصل تلاسن وهرج ومرج ولحقت أضرار ببعض الكاميرات، وتدخلت القوى الأمنية وأعادت الأمور إلى نصابها.